السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنشوف طريقة تركيب الهارد الاس اس دي في لابتوب اتش بي زد بوك جي 2. الهارد ده أنا عايز أركبه ولكن مش عايز أستغنى عن الهارد اللي موجود في الجهاز على اللي عليه الداتا بتاعتي واللي هو الاتش دي دي. فهعمل إيه؟ هستغنى عن السي روم وهركب الراكة دي مكان الدي في دي. ولكن هركب الهارد ال HDD في الراكة وهخلي الهارد ال SSD هو الرئيسي. فنبدأ مع بعض كده. أول حاجة بنعملها إن إحنا نقلع الهارد، وقبل ما نقلع الهارد بنقلع البطارية. كده انا قلعت الهارد ال اتش دي دي وهركب مكانه ال اس اس دي. في هنا مسمار اللي ماسك الدي في دي بفكه عشان اطلع بالدي في دي. بعد كده بركب الهارد بتاعي هنا في الراكة. في هنا مسامير ويبقى جاي معايا مسامير مع ذلك. بيجي معاه الوش ده عشان الشكل. وبعدين بس بس كده. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.